Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatüh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Değerli kardeşlerim, malumunuz olduğu üzere cenaze namazı farz-ı kifaye olan bir namaz olup dört tekbir ile kılınır. Cenaze namazlarının üçüncü tekbirinden sonra cenazenin durumuna göre değişen özen dua kalıpları vardır. Bu kaydımızda sizler için eğer cenazemiz yetişkin bir erkek cenazesi ise bu durumda okunması tavsiye olunan cenaze duasını konuşma tonuyla ve de bu kayıtları dinleyerek bu duaları ezberleyecek olan kardeşlerimize kolaylık oluşturacağı düşüncesiyle üç defa tekrar etmek suretiyle okumak istiyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وخص هذا الميت بالروح والراحه والرحمه والمغفره والرضوان اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه الامن والبشرى والكرامه والزلفى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وخص هذا الميت بالروح والراحه والرحمه والمغفره والرضوان اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه الامن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. وخص هذا الميت بالروح والراحة والرحمة والمغفرة والرضوان. اللهم إن كان محسنا فزكي في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا أرحم الراحمين.